سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قضية وحوار. إن إصرار المرأة العربية على إثبات نفسها كفرد فعال في المجتمع وإصرارها على النجاح بالعمل والجهد المتواصل لخدمة وطنها أمر يستحق حلقة خاصة بل حلقات. فنماذج المرأة العربية الناجحة وخصوصاً من استطاعت منهن تخطي التوقعات بعبورها من المحلية إلى العالمية كثيرة، وهي مفخرة عربية. ومن هؤلاء الدكتورة رنا الدجاني، إحدى تلك النماذج المشرفة وضيفتنا اليوم في قضية وحوار. مرحبا بك دكتور رنا الدجاني، الأكاديمية والرائدة الاجتماعية. أهلا فيكم. أهلا. لو بدأت معك دكتور رنا بنشأتك وطفولتك، كيف كانت ملامحها؟ الحقيقة أنا نشأت في بيت ملتزم دينيا كمسلمة، كان معنا تلفزيون باختيار، وكنا نقرأ كثير قصص وروايات ومجلات علمية وجغرافية، وهذا خلى أفقنا يكون واسع جدا، ونفكر أنه نكتشف ونكون رائدين اكتشاف علميا وجغرافيا. وأيضا كان عندنا كثير حوارات، إحنا في إذاعة قناة الحوار كان في حوار دائما كل مساء بين أبي ونحن وأمي ونحن. فهذا الحوار خلانا كلياتنا نفكر خارج الصندوق ونلعب أدوار مختلفة ونناقش عن طرفين النقاش في كل مسألة تواجهنا، وهذا كله ساعد في هنقول تربية الأدوات التحليل وأدوات النقد اللي نحن بحاجة إليها في مجتمعنا اليوم. نعم صحيح. دراسة كالعادة كأي طفل أو طفلة، ابتدائي إعدادي ثانوي ومن ثم الجامعة، ودخلت في العالم الأكاديمي، كيف كانت المسيرة في تلك المرحلة؟ الحقيقة عندنا بمجتمعاتنا العربية كل إنسان بيكون شاطر شوي بيقولوا لازم يروح طب أو هندسة. وبالتالي أنا كنت بنفس جزء هذا المجتمع، ولما فتت طب أول سنة قررت أنه ما بدي أكون طبيبة، خفت أعمل غلط وبعدين يموت حدا وكيف بدي أنام بالليل. وأنا فضولي اللي تربيت عليه أني أنا بدي أكون عالمة مكتشفة، وإذا أنا كنت عالمة أحياء بقدر أكتشف أسباب الأمراض فبساعد الإنسانية، ولو صار إشي مع الفيران اللي بشتغل معهم بقدر أنام بالليل. فبالتالي قررت أكون باحثة. بالأردن ما كان في دراسة دكتوراه، فلما خلص ماجستير إذا ما في دكتوراه معظم الناس اللي يدرسوا علوم بيصيروا معلمين مدرسة. فصرت معلمة مدرسة ودرست 10 سنوات، وهذا أعطاني فرصة أني أتعلم شو تحديات التعليم ومشاكل التعليم وكيف نقدر نطلع حلول إن كان الأطفال الأهل أو المعلمين، وهذا كتير كان مهم جزء من حياتي، أثر في المستقبل على الأشياء اللي عملتها. ولكن لسه طموح أني أكون عالمة يضل موجود. طبعا بهاي الفترة تزوجت وصار عندي 4 أولاد. وقتها زوجي شاف إعلان بالجريدة بعد الماجستير، بعد 10 سنوات، يعني كان عمري 30 وبدرس صلي 10 سنوات وعندي 4 أولاد، فيعني حياتي ماشي، ولكن الحلم ما زال. لأنه طالع من شغف. وزوجي اللي قال لي رنا هاي إعلان بالجريدة لمنحة للدكتوراه بأمريكا الفولبرايت، فقال لي ليش يلا أدمي عليها، مش هذا حلمك؟ فرجعت أخذ كل الامتحانات من أول وجديد، وكنت حامل ببنتي الأخيرة ونادوني عن مقابلة وأخذنا المنحة. وبهذا الوقت كان القرار شو نعمل بالعيلة، منحة بتعمل 5 سنوات دكتوراه. وقتها زوجي كان عقيد بسلاح الجو، استقال مشان أنا أقدر أحقق حلمي ونخلي العيلة مع بعض، مشان نسافر مع بعض، لأن إحنا عيلة يعني مع الـ4 أولاد. وهون كمان إنه الواحد لازم يكون كتير مين الشريك اللي بيختاره، إنه يشاركوا نفس الهموم، وكل واحد يفكر بالتاني كيف بقدر أساعد التاني إنه يحقق أحلامه. هذا بيدفعنا للتساؤل حول دور العائلة، سواء العائلة الكبيرة أو العائلة الصغيرة في دعم طموحات الشخص، وخاصة إذا كانت امرأة. نعم، الحقيقة دور مهم جدا، وأساسه الحوار بين الأم والأب، بين الزوج والزوجة، والصراحة إنه كل واحد يحكي شو هو بده بالحياة، شو أهدافه، ويكون في علاقة إنه يوم يعني مرات إلي مرات إلك، وأخذ وعطاء بحيث إنه الكل بالأخير يحقق الأهداف تبعونه بالحياة. بس كثير مهم الصراحة والحوار بهذا الإشي. زائد ترى نحن الميديا دائما ترسم صورة سلبية عن الرجل العربي، مع أنه في عندنا كثير أمثلة من الرجال العربية اللي بالعكس
بهمها الامراه ان كان بنتهم او زوجتهم او اختهم انها تحقق وتوصل احلامها. فكتير لازم نظهر هاي القصص وقصص النساء كمان الناجحات، ونحن نعم. نملك الميديا مش الميديا تملكنا. نعم صحيح. طيب لك العديد من المبادرات طبعا، بعد الدكتوراه كان لك مواقع أكاديمية ومواقع مسؤولية أيضا في مؤسسات سواء محلية أردنية أو عربية ودولية أيضا، وهذا ربما هناك من يقول بأنه يلبس طواقي كثيرة. لك كتاب نعم. حول الخمس أوشحة وليس طواقي، ما هي قصة هذه الأوشحة؟ الحقيقة بدأت قصة الأوشحة أنه أنا انتبهت لنفسي أني أنا بلعب عدة أدوار بالحياة، وباللغة الإنجليزية عوضهم يقولوا دور بالبس طائية، وأنا قلت بس أنا ما بلبس طائية، أنا بلبس إشارب. فأنا من هون إجا مسمى الوشاح، وبدأت أكتب الكتاب الخمس أوشحة أمثل أحكي فيه عن هاي الأدوار الخمسة، ومن خلالها أعرف ما معنى النجاح للمرأة، مش بس العربية، المرأة بكل أنحاء العالم، لأن نحن نقدر نصدر فكر للعالم مش بس نأخذ من عندهم، وماذا يعني حتى النجاح للرجل أي بالتالي لجميع المجتمع. فمن هون إجت الأوشحة الخمسة. أول وشاح اللي أنا كتبت عنه أني أنا أم، والناس دائما ما بتحكي عن إنه تكون كونك أم أو أب كأنه دور مهم، مع أنه هو أهم دور ممكن نلعبه في حياة أبنائنا بالمستقبل. ثاني وشاح اني انا معلمه مربيه، يعني كنت معلمة مدرسه وحتى الان في الجامعه انا بعتبر حالي مربيه دائما على طول، فهذا وشاحي الثاني. وهون بقدر دور المعلم والاستاذ، وانه لو انه انا في مكان مسؤوليه لاخلي كل واحد بيتخرج من الجامعه يدرس لو سنه زي كانه خدمه العلم، مشان يقدر دور المعلم، لانه الاولاد بيقضوا نص وقتهم بالمدرسه اذا مش معلم. صحيح. الوشاح الثالث إني باحثة وعالمة أشتغل في الجينات وبالمجتمعات المعزولة، ونشتغل على مرض السكري واكتشفنا جين جديد، وبنفس الوقت بشتغل على شو أثر الحروب والأزمات على الدي إن إيه تبعتنا، وهل ممكن نورثها لأولادنا وأولاد أولادنا. فهذا بحث شيق له حديث آخر. وشاحي الثالث اللي هي إني اشتغلت في المرأة وحقوق المرأة والإنسانية المرأة. نعم. والحقيقة إلها هذا الرابع أكثر. الرابع نعم. نعم له قصة. في مؤسسة بريطانية اسمها مسلم ساينس اختارت 20 امرأة مؤثرة في عالمة في العالم الإسلامي 1.6 بليون، وأنا كنت واحدة منهم. فالله يجزيهم الخير، بس عم بطلع على الإيميل أعطي لقب لكل واحدة، فأنا اللقب اللي عطوني إياه مع أني بعمل كتير أشياء وإلي أوشحة كتيرة سموني الإسلاميك فيمينست، يعني الأنثوية الإسلامية. فأنا قلت لهم كيف لما تقولوا إسلامية كل العالم الغربي يعني ينظر إلي بارتياب للأسف. ولما نقول أنثوية فيمينست كل العالم الشرقي بيقولوا يعني هيدي شو قصتها. فبعدت لهم قلت لهم أنا هيك طلعتوني زي ما بيقولوا بالعربي من المولد بدون حمص، يعني لا هون ولا هون. وأنا بعمل كتير أشياء، إيمو لي هذا، أعطوني لقب تاني، ما رضيوا. فأنا قررت ما أخلي هذا اللقب يملكني، أنا بدي أملك هذا اللقب، أنا بدي أعيد تعريفه. فخلني أخذت رحلة إني أعمل مقابلات مع نساء ورجال من جميع أنحاء العالم لأكتشف منهم وعيد تعريف النجاح، ماذا يعني النجاح. وهيك كتبت كتابي الخمس أوشحة عن معنى النجاح، وبقول إنه إذا إحنا بالعلوم قدرنا ناخد خلايا من الجلد نرجعها خلايا جذعية، وهذا كان يعتبر إشي مستحيل في الماضي، ليش ما نقدر نعرف النجاح بطريقة جديدة؟ إحنا دائما النجاح بنعرفه مال وجاه وقديش أنت سينيور. فأنا لا، بدي أقول لا، الإنسان كل إنسان بيختلف عن الثاني بالDNA تبعته، فكل هالاختلافات مش معقول كلياتنا عندنا تعريف واحد للنجاح. فبالتالي الخلاصة اللي أنا طلعت فيها إنه مفروض المجتمع يحترم الفرد ويثق فيه، ونعطي الفرصة لأبنائنا وبناتنا يكتشفوا الشغف اللي بداخلهم، ونعطيهم فرص يتعلموا شو هو هذا الشغف وشو المهارات، ويبدوا يلحقوا هذا الشغف ويتبعوه، هيك بيتقنوا عملهم، بيكونوا سعداء وبيسعدوا الناس اللي حواليهم، ويدعموا الأشخاص في نجاحاتهم كلهم حسب أيوة توجهه. فمن أنا بدي أكون CEO، من أنا بحب أكون أم. ممكن الواحد ترى يغير خياره حتى بحياته. صحيح. يعني سنوات يقعد مثلا أب وأم، سنوات يروح يشتغل. فهذه الخلاصة. طيب ماذا عن الوشاح الأخير؟ الوشاح الأخير إني رائدة اجتماعية، أسست برنامج اسمه نحن نحب القراءة. وهذا برنامج هدفه تشجيع الأطفال على حب القراءة من أجل الاستمتاع. طيب قبل أن نتحدث في هذا الموضوع دعينا نتابع وإياكم مشاهدينا هذا الفيديو حول هذه المبادرة للدكتور رنا الدجاني.
إذن دكتور رنا، شاهدنا هذا الفيديو، هو ملخص ربما لمبادرة قراءة أو اقرأ، والتي كما لاحظنا في الفيديو يعني منتشرة حتى في أفريقيا. ما قصة هذه المبادرة؟ الحقيقة هذه المبادرة بدأت لما الإنسان بيغير من بلد لبلد، بيرجع على بلده بيشوف أشياء جديدة ما شافها من قبل. وزائد إنه مسؤوليتنا ما بتضلها بمكان شو عملنا، عندنا مسؤولية للمجتمع اللي حوالينا، وهذا جزء من ديننا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا انتبهت إنه أولادنا بيعرفوا يقرأوا، بس بيقرأوا مشان المدرسة مشان الدين، مش مشان الاستمتاع. وقراءة الاستمتاع هي بتخلي الأفق يكبر، المفردات تكتر، بس أهم شيء إنه بصير عنده ثقة بنفسه، وبصير يكون البطل اللي بيقرأ عنه، فبصير صانع تغيير الطفل، وبيكبر وبيغير مجتمعه للأفضل. فقراءة من أجل الاستمتاع كتير مهمة، ولكن نحن أمة لا نقرأ من أجل الاستمتاع. فهنا كعالمة بدأت أسأل لماذا، ولقيت إن لأنه الولد ما بيحب يقرأ. فالسؤال اللي وراه، طب كيف بدي أحبب الطفل بالقراءة؟ فلقيت مش قصة إنه ناقصهم كتب، الأهم إنه لازم يكون في قدوة، حدا بيقرأ لهم بصوت عالي من هن وصغار، حتى من الأم وهي حامل. فهون بدأت، طب شو بدي أعمل؟ معقول أدق باب كل واحد يقرأ بصوت عالي لأولاده؟ يعني مش هذا مستحيل. طلع قانون، ما حدا رح يرد على القانون. فقلت أضعف الإيمان إني أنا أجمع الأولاد وأقرأ لهم بصوت عالي. وهيك بدأت هاي المبادرة بال 2006. جمعنا الأولاد، وهذا كان مشروع عائلي أنا وزوجي وأولادي، نقرأ لهم بصوت عالي باللغة الأم كتب من الثقافة والحضارة، كلها استمتاع، ما إلها دخل لا بالدين ولا التدريس. طبعا اول مره اجوا الاولاد وقعوا بحب القراءه، بصفوا على الدور، بياخذوا القصص، بيرجعوا على البيت، وبصيروا هن يطلبوا من امهم وابوهم يقروا لهم. فقلبنا المعادله، عوضنا الاب والام يجروا الولد، الولد عم يجر امه وابوه. طبعا النتيجه كانت على الاولاد انه عندهم ثقه بنفسهم، بيعملوا احسن في المدرسه، حتى نفسيا خاصه بالحروب وباللجوء صاروا احسن. الاثر على الكبار انه صار عندهم ثقه بنفسهم، صاروا هن يفكروا بمبادرات تانية. والاثر على المجتمع كله، صار عنده العقليه انه انا استطيع، ومش بستنى حدا يغير، أنا بقدر أغير بنفسي. وهي هلأ البرنامج نحن نحب القراءة انتشر في 55 دولة حول العالم، جميع القارات، مش بس أقل حظا زي ما شفنا بالفيلم، حتى في نيويورك وفي ألمانيا وفي بريطانيا يطبق البرنامج. والسبب أنه هذه فكرة عربية طلعت من بلد عربي، مش بس تحل مشاكلنا، صدرناها تحل مشاكل الغير. وهي رسالة للشباب إنه نحن بنقدر نطلع حلول ونصدرها للخارج. وحقيقة نحن بنقدر ننافس العالم بالفكر، التكنولوجيا صعب ننافس، ولكن بالفكر بنقدر. فمشان هيك في دعوة إنه لازم نرجع ندرس الإنسانيات، الجغرافيا، التاريخ، علوم اجتماع الإنسان، لأنه نحن معظم الأذكياء بيروحوا طب وهندسة. صحيح. نحن بحاجة لهدول الأذكياء يكونوا صحافة وإعلام وكتاب. نعم، أيضا أشرفتي على إنشاء 4500 مكتبة في العالم العربي. هل هذا ضمن ذات المشروع أم له أهداف أخرى؟ نعم، ما هو نحن دربنا 4500 شخص، رجال ونساء من عمر 16 ل 100 في العالم. وهدول كل إنسان دربناه بنسميه سفير نحن نحب القراءة. وهذا الشخص بيبدأ في مجتمعه يقرأ بصوت عالي، هذه هي المكتبة. فمكتبتنا مش شيء مادي، مكتبتنا هي الخبرة والجو اللي بيخلقه سفير القراءة لما يجمع الأولاد ويقرأ لهم. فهي مكتبة حية بمعنى الكلمة. وهذا بالماركتينج، أنت مش أنك تعطي شيء فيزيائي، أنت بدك تخلق الحب للشيء والحاجة للشيء. لما نزرع نحن بالأطفال الحاجة للقراءة وحب القراءة، بيصيروا هن يلاقوا القراءة وين ما بدهم بحياتهم، فبالتالي بيصيروا متعلمين للأبد، lifelong learning إلى الأبد. فهذه هي 4500 مكتبة، هي مكتبة حية، شخص يقرأ للأولاد بصوت عالي في حارته، ممكن طبعا تكون في مسجد، في كنيسة، في حضانة، تحت شجرة، هن لحالهم بيفكروا وين المكان المناسب. وهدول متطوعين ما بندفع لهم مصاري، وفي منهم حتى في أحلك الظروف زي بالمخيمات الزعتري يقرؤون، صار لهم 5 سنوات متطوع، لأنه يشعروا أنه هن مهمين عم يخدموا مجتمعهم. يبدو هي يعني مبادرات لها مراحل ومتسلسلة. أيضا لك مبادرة مشروع الإرشاد للنساء العالمات. نحن نتحدث عن طفل وإرشاده نحو القراءة، ثم مكتبات ربما للكبار، اليوم نتحدث عن دعم النساء ليصبحن عالمات. لماذا النساء تحديدا؟ نعم، عندما أنا بدأت حياتي كأكاديمية لاحظت أنه نحن كنساء لما نكون أكاديميين، وبالأخير حتى بأي عمل تاني بنكون منهمكين بعملنا،
بس بنحب كمان نشوف أولادنا لما ياخدوا أول خطوة، لما يرجع من المدرسة أنا أكون عنده، لأنه هذا أهم دور بقدر ألعبه بحياة أولادي. عادة الرجل ما بيلعب هذا الدور خلينا نقول في العائلة زي المرأة، فبالتالي هو له وقت أكتر إنه يقعد يتحدث مع زملائه وأقرانه على أفكار جديدة، على مشاريع جديدة، على فرص جديدة. نحن ما بيصح لنا، مش لأنه ما بدنا، ولكن نحن بدنا نكون مع أولادنا، فهذا مش فرض علينا ولكن حبا منا في دورنا في العائلة. فمن هذا الباب قلت أنا لازم أرتب طريقة لنقدر نحن كنساء ننصح بعضنا البعض، خاصة مش كطلاب، لأنه في كتير برامج نصائح للطلاب، إنما في مرحلة العمل المهني ما في برامج تناصح في المرحلة وإرشاد في المرحلة المهنية. فاخترعت خلينا نقول طورت هذه المبادرة اللي هي منجيب نساء عالمات منخليهم يعملوا زي سبيد ديتينج، يتعرفوا على بعض، وكل واحدة بتعرف حالها ناصحة أو منتصحة، وبيعملوا زي ازدواج وبيضلهم مع بعض ينصحوا بعض، مش بس مهنيا وأيضا عائليا وشخصيا، لأنه الحياة يعني متشبكة ببعض، ما بقدر أفصل الاثنين عن بعض. وهي المبادرة الحقيقة فازت بجائزة من الولايات المتحدة من الـ National Academies of Science، والآن هي طبقناها مش بس في الأردن وبالوطن العربي، وحتى مع النساء العالمات في الدياسبورا يعني بالغرب وبأوروبا. وهو برنامج بسيط الآن هو تول كيت موجود على الإنترنت ببلاش، اسمه 3 دوائر للعالمات. ممكن أي حدا ينزل التول كيت ويطبقه ضمن مؤسسته، ومش بس أكاديمي، ممكن يكون بالمحاماة بالبزنس في أي مكان، ومش بس للنساء أيضا للرجال، فهو حل يعني شامل ممكن يساعد أي إنسان فيه. نعم. طيب حصلتي من ضمن ما حصلتي عليه من جوائز وأيضا مسؤوليات كبيرة بحثية وإدارية، ربما حصلت على زمالة مؤسسة رادكليف للدراسات، إلى أي مدى ساهم كل ذلك في دعم مسيرتك العلمية والاجتماعية أيضا؟ طبعا هذه كانت فرصة رائعة أني اخترت لهذه الزمالة، والحقيقة هو في هذا العام اللي كتبت فيه كتابي الخمس أوشحة، تفرغت من الأبحاث العلمية ومن الريادة الاجتماعية إلى حد ما وركزت ودرست هذا الكتاب. وأيضا وأظن هو خلاني أفكر شو دورنا نحن في حياتنا، إنه كل واحد إنسان لازم يفكر ما لماذا أنا موجودة، شو بقدر أنا أعمل. واكتشفت قديش نحن بحاجة لكتاب الحقيقة لنحكي قصصنا، نشارك فيهم العالم، مش بس على مستوى العالم الغربي يعرف مين نحن، بس الأهم من هيك هي أمانة للأجيال القادمة، إنه نحن نكتب قصصنا، نحن نكتب تاريخنا، لأنه إذا نحن ما كتبنا رح يجي حدا تاني يكتب عنا، ونحن ما بنعرف شو هذاك رح يكتب عنا، ومش شرط رح يكتب بالصح عنا، مزبوط؟ فنحن هاي دي أمانة، وبطلب من كل المستمعين إنه كل واحد ما يقول مين أنا وإنه أنا إنسان عادي وبسيط وحياتي ما فيها إشي، لا، كل حياة مهمة وفيها قصة نقدر نتعلم منها، فبطلب من كل واحد يبدأ يكتب مذكراته، ويوما ما بتصبح كتاب يقرأه الأجيال القادمة، لأنه عندنا قدوات، فليش أنا الجيل الصغير بس يقرأ عن القدوات الأجنبية، بدي يقرأ عنا وفينا. طيب تحدثتي قبل قليل حول اكتشاف أثر الحروب في جينات الإنسان، باختصار ما الذي وصلت إليه في هذه الدراسة؟ طبعا هذا بحث ساعة قيد العمل الفرضية اللي أوردي مثبتة في الكائنات الأقل يعني زي الفيران، إنه إذا عرضنا إنسان لحرب أو أزمة وهو كان حامل أو هي كانت حامل، الأثر الحرب والأزمة بتعمل تغييرات مش على الدي ان اي كتسلسل، إنما على كيف الدي ان اي سيترجم. تمام. وهذا عادة الدراسات فينت آثار سلبية. هلأ نحن شو بدنا نعمل؟ لا، نحن بدنا نفرجي إنه هذا الآثار الحرب والأزمات بتغير كيف الدي ان اي سيترجم، مش بس في الجيل الأول وفي الجيل الثاني أيضا، ولكن نحن سننظر إليها بشكل إيجابي. ما هو أنت كيف تطرح السؤال؟ فنحن ننظر إنه هذه الأثر الأزمات والحروب بتخلي الجيل الثاني والثالث أكثر مرونة، أكثر صمود، أكثر إنه تقدر تقاوم التحديات، بحيث يطلع جيل قوي ما يرضى بالظلم، ما ويشتغل على العدل ويقدر يعني يقاوم كل الظروف اللي حواليه. طيب دكتور رنا، كأكاديمية وباحثة وعالمة، هذه ما وصلت إليه اليوم من هذه يعني هذا التكريم وهذا هذه المراكز المسؤولية والبحثية، هل كان هدفا بالنسبة لك أم نتيجة؟ طبعا هي نتيجة ليست هدف. الهدف
اكتشاف جمال الخلق واكتشاف كيف الخلايا بتشتغل مع بعض، والهدف الثاني كيف أنا أخدم الناس اللي حوالي، هذه الهدف. هلا كل الأشياء اللي إجت على الطريق حقيقة ليس لها معنى، لأنه أنا مش لحالي، في مليان نساء ورجال عظماء عملوا أشياء عظيمة، للصدفة أنه أنا كرمت وأخذت، ولكن كتير في ناس الحقيقة هن يستحقوا نفس الشيء. وأي عمل أنا عملته ونجحت هو عبارة عن عمل جماعي من النساء والرجال اللي اشتغلت معاهم، ما في حدا بينجح لحاله. فبالتالي المشوار مستمر للاكتشاف ولمساعدة الإنسانية لآخر دقيقة، ونحن دائما نتعلم، ما حدا بيوقف تعليم، وكل ما بنتعلم أكثر كل ما بنكتشف قديش ما بنعرف، وهذا بيخلي الواحد يكون كتير يشعر حاله يعني صغير أمام الكون، وبيخليه يقدر عظمة رب العالمين وعظمة الخلق اللي حواليه. نعم. طيب في آخر دقيقة من هذه الحلقة دكتور رنا الدجاني، رسالة لمن توجهينها وما هو مضمون الرسالة؟ حقيقة الرسالة لجميع المستمعين ولأهلهم وأقربائهم وأصحابهم، وبالتالي لكل الإنسانية، إنه كل إنسان مميز بالDNA تبعته، ما في إنسان زي التاني، وحتى لو توأم الحياة اللي بيعيشوها مختلفة، بالتالي كل واحد بيقدر عنده قصة يحكيها، وبيقدر يطلع حواليه ويلاقي مشكلة أو تحدي يحاول هو يحله، وما يفكر إنه لازم يحل يعني يغير الدنيا، يفكر هو شو بيقدر يعمل اليوم بحل هاي المشكلة، واللي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا. أنت بتبدأ بتعمل إشي صغير، زي ما بدينا نحن نحب القراءة، كان إشي صغير بالحارة وانتشر. فبالتالي إذا كل واحد بيفكر شو بيقدر يغير، تتغير العالم. وإذا حدا قالكم إنه يي لا أنت شو، أنت نقطة بالبحر شو رح تغيري، اليوم هو شو البحر إلا ملايين من النقاط. وهي نظرية الفوضى بالفيزياء، لما فراشة ترفرف جناحها بالصين بصير في إعصار بالمحيط الأطلسي. فنفس الشيء، أنت التغيير الصغير اللي بتعمله رح يكون له أثر في مكان ما، في زمان ما، ما رح يعرف حدا شو قدره. وأنت أهم شيء عليك النية والإخلاص، إنك تحاول تعمل تغيير بالمجتمع الحولي، وهيك نصنع جيل صانع تغيير. نتمنى لك كل التوفيق ومزيد من النجاح في مسيرتك العلمية والاجتماعية. دكتور رنا الدجاني الأكاديمية ورائدة الاجتماعية، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. شكرا لكم. أهلين. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألتقيكم في قضية أخرى وحوار جديد.